الكابتن محمد يوسف المدير الفني السابق للنادي الأهلي يتحدث عن قبل السوبر الإفريقي كيف يستعد الأهلي لمواجهة اتحاد العاصمة، توقعاته للأهلي في الموسم الجديد ورؤيته للدوري بعد إجراء القرعة، ذكريات الأهلي في بطولة السوبر الإفريقي، منتخب مصر الأول ورؤيته للمرحلة المقبلة في البيت الكبير مع الكابتن إسلام الشاطر. البيت الكبير الليلة الساعة 10 مساء على قناة الأهلي. الأهلاوي مش هيسيبنا.